كنت بمحاضرة عادية وسمعت عن ساعة الفيل، كانت هندستها عجيبة. فكرة المخترع الجزري إنه بده يجمع الحضارات المختلفة بساعة واحدة، من الهند ومن الصين ومن مصر، بده يثبت للناس إنه الوحدة هي أهم إشي. نحاول نعرف الناس أكثر على الاختراعات اللي عنا، يتفاعلوا مع قطع معينة إحنا بنصمم لهم إياها ويكتشفوا أسرار هاي الاختراعات.